نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس نوافيكم بهذه النشرية الجوية الخاصة بالمناطق والولايات المعنية بتساقط الأمطار ليوم الأحد الحادي عشر من شهر أفريل 2021 إذا نتوقع أمطار على جزر العاصمة تيبازا ولاية شلف مستغانم جنوب وهران جنوب عين تيوشن جنوب تلمسان ولاية معسكر وغليزان ولاية السعيدة وسيدي بالعباس شمال ولاية البيض وأيضا النعامة والمشرية وأيضا تسمسيلة بالإضافة إلى المدية عين الدفلة ومنطقة خميس منيانة وتيارت بالإضافة إلى شمال ولاية الجلفة في الفترة الصباحية في الفترة المسائية أمطار ستميز الطارف عن نابس كيكدا وجيجل وأيضا قسنطينة قلمة سقراص أم البواقي باتنا خنشلة وتبسة وشمال ولاية بسكرة والمسيلة إذن هذا والله أعلى وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته